كده ليه؟ مش عارف. محتاس كده قول لي في ايه؟ اصلا انا كنت بدور على حاجه كده. الكلمه دي معناها ايه؟ او اصلا ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمه دي ايه؟ اصل الكلمه الفتاكه. طبعا كلنا اكيد سمعنا قبل كده عن الفتاك. ودي بالي الواد ابن اخويا حسين بيبوس عايز يا ابن اخو الفتك هي صباد الدنيا فنيه. طب يا ترى في حد فتك بجد يقدر يقول لنا ايه اصل كلمه الفتاكه؟ انا بقى اللي هقول لكم. الفتك كلمه من اللغه القبطيه معناها الانسان المتوقد الفكر، او زي ما بنسميه يومين دول الذكي اللماح اللي بيفهمها وهي طايره، لكننا قدرنا نحولها بمرور الزمن لمعنى تاني خالص. فبقى الفتك في لهجتنا العامية هو الواد الشقي المدردح اللي زي ما بيقولوا كده مقطع السمكة وديلها.